لا نزال في شوارع بلعة وفي البلدة القديمة. خليها هيك. الدكتور جلال عزام ومكتب تاكسي فرحان. تقبل الله منكم. شوارع مكتبه نظيفه. وين بدك تروح يا دكتور؟ والله ما في شيء داعش. والله ايش والله هذا بخوف. اسال من هان على بلاش. والله انا شايف لك اياها. طيب خلي احنا هذاك وين صار؟ احنا نصور البلد. مرحبا مرحبا. ابو حامد للنايلون. شايف شي بنات الشمال؟ شوف شوف هالعلية يا ابو. اه قديمة. شايف؟ شوف هالتراث هذا باكي بناه. اه شو ها؟ نسأل هذا الزلمة ولا بلاش؟ قدك هذا الشرطي. اه شوف شوف مطبتهم. شايف؟ رافية رافية. والله انا بقول اكبر من بلدنا كثير. اكبر اه كبيره. بس المهم نلفل. وهذا صالون الاميره جنب الحاويات في الشيشه. السلام عليكم. عدير الغصون منين؟ دير الغصون بدك ترجع وسط البلد. كمل وسط البلد في نزل عليك اليمين بتضلك نازل فيها بعدين بتضلك شمال بتضلك واصل عدل. طيب شكرا جزيلا. يخلي مشوف مدة الكاميرا ما يضلش معها. طيب.